خلاص خلاص مش انت مش انت خلاص شبيكوا اللي هتهبسوا بعض مظبوط هيدا الشيء ما مظبوط هيدا الشيء مش بتحب تحارس ما عم بحارس بلعب بتحارس ما انت عم بتسارع انا عم بسارع بتحب تناقر مش معقول هيدا الشيء ما معقول والناس بلا في صار في لك شيء شو بدك تقول لك مش قلبك اسود منو اسود طاقت زهن طاقت زهن اوكي جو تو هيل اوكي يا عمي خلص شو بكم تلات صغار بتحب تزرحني ما فينا نظهر دهره هيك ايه مش بتحب تزرحني الدب العالم ما عم بزرح بس انت انت بتزبرنا والله ساري بدري مين بغرب الثاني والله مين بغرب الثاني مين بغرب الثاني ساري حبيبي لما انا لما انا عملت هايلايت اوكي مين بعد ساعتين راح اعمل هايلايت بلا انت وجدي باردون عم بتصفي معه هلا يا عربي لا ما هيك قصدي بس انه مش انه الموضه كانت الهايلايت باردون انه ايه بس هو عمل قبلك هيدا قصده استني فيني اسالك شيء فيني اسالك شيء شو بس انا بس كنت لابس سترينج على البحر ايه مين راح دغري انه اشترى سترينج ولبسه والله حر انا حر انا اجى على موضه لا والله اجى على باردون مش انه بتغار او شيء ما بغار او شيء انت اللي اسمك غير عم تتخانقوا يا عم شو بكون شامتام مين عمان انا ما عملت شو عملت شفتك 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 لا لا شفتك ما عملت شو عم تعمل وجدي ما عملت شي في دباني عم بعمل هيك بتكذب ما عم كذب بتنتفك نعم بحلشك بشعرك لا طول بالك وجدي خلص بليز خلص وجدي اوكي سوري خلص اوكي ما كيف جن علي عصبتنا انا عصبتك هالشي كمان ضدي من الساعه بجي معاك لك بطنام يا مغصنا طب ما بقى تشرب هيدا يي علينا خلاص شو عم تعمل انت سوري سوري كنت بركز شو حبيبي شو عم تعمل مش ما فيني اقول لك شو عم بعمل انه اذا قلت لك عم بتطلع بهذا الشاب لانه عم بتطلع فيه يعمل لي حركات بعيونه والله مدري في حدا بده يغار ما بغار لا عم يطلع فيا انا برضه عم يطلع فيا لك عيونه صاروا لهون عم بيطلع فيا انا فيا عم يطلع ليش بدك دايما لطرني على الكوع من اللي بترك على الكوع بس حق والله طب خلص في مجال تروق شوي لانه بعتقد انه شكله جاي الزلمة ما شكله جاي حوه اذا بيدوب الزلمة هاي هاي كيفكم؟ سبا كيفك؟ سوري مسيو ما كنا زعجناك بس لانه إلهم ساعتين وجدي ومجدي عم بتخانقوا ليشوفوا حضرتك عمين عم تتطلع على وجدي او على مجدي اكيد عم تتطلع علي انا مجدي لا انا كده ما منتبه لك بنتبه صراحة انا ما كنت عم بتطلع لا بمجدي ولا بوجدي انا لمين عم تتطلع؟ عم تطلع فيك دوموزيل عن جد؟ بوقف بوقف بطلع ممكن نتعرف اكيد هاي تيتي هاي كيفك سافا في ياخذ رقم التليفون لا شو رقم التليفون ما عادي فينا نقعد مع بعضنا وهيك مش معقول هدش مزبوطك برجع بحكيكم بس سوري سوري فيني اقول لك شيء انت اكبر عاربه بالدنيا انا عاربي ولا انت اكبر عاربه انت ما لازم يكون اسمك تيتي شو لازم يكون اسمي لازم يكون اسمك انت قطعت الرزاق ولا وجدي هيك عم تقول لي انت بقره ونصحانه وبقره بتقطع الرزق اوكي بتحلمين ابدا بكره ما بقى نظهر معك بكره هيك سوري شباب باي شباب ايه باي شباب بعينك ما بقى رح نظهر معك وناكل كعك ابدا اخ حطمنا فزرنا وانا فزمني كده شفت لك خلص انا وياك وجدي شو حبيبي صافي يا لبن حليب يا قشطه واو